الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في واحد من الناس. عاوز اقول ان موضوع الفقر في مصر مش مرتبط بس بالفقراء، لكن مرتبط كمان بارتفاع الاسعار، وده موضوع اصبح مشكله واهم قضيه في الشهور الاخيره، هي فكره عدم وجود الرقابه على الاسعار وعلى الاسواق، لان بعض فاقدي الضمير بيرفعوا الاسعار بمزاجهم وبيستغلوا حاجه المستهلك. يا ريت يكون عند الحكومه حل لمواجهه محتكر السلع وصناع السوق السوداء. تعال نروح للتفاعلات والاستجابات مع اللي بنعرضه في البرنامج. حمدي عثمان رب أسرة من محافظة أسيوط اشتكى من وجود حصوات بالكلى واحتاج عملية لتفتيت الحصوات. البرنامج بالتعاون مع مستشفى المروة ودكتور طارق الصدفي الحمد لله قدرنا نعمل له العملية. تعالوا نشوفه بعد العملية أخبروا إيه. تعبان بقالي فترة، فروحت جامعة أسيوط عملت الإشاعات، إشاعات مقطعية وإشاعات تلفزيونية وإشاعة بالصبغة، وبعدين قالوا لي التفتيت هتدفع 1600 جنيه. طبعا أنا حالتي المادية مفيش، عم أخد 205 من الشؤون، وأنا مريض بالسكر وتضخم في الكبد وفي الطحال، مينفعش فتح العملية. ففي أسيوط قالوا عايزين 1200 جنيه تفتيت للحصاوي، وأنا ما فيش ماديات معايا. فجيت هنا لجأت إلى إيه؟ إلى البرنامج واحد من الناس، فأخذوني الناس وحولوني على مستشفى المروة، أفخم مستشفى، وقاموا بالواجب، والنهارده كان التفتيت، وليا وجبة تانية إن أنا أفتت فيها برضه. وأشكر البرنامج وكل اللي في البرنامج وكل اللي ساهم حتى بكلمة حلوة، أشكر وربنا يكرمهم ويجعلهم في ميزان حسناتهم. الحالة ديت من حالات برنامج واحد الناس بالتعاون مع مستشفى المروة، بيقدموا لنا الحالات اللي هم شايفينها محتاجة متابعة طبية وعلاجات طبية، وبدون أي مشاكل بنستقبلها وبنفحصها ونشخصها، وليها أي علاجات بنبدأ نقدمها ليهم، ودوت إيمانا مننا بالرسالة الطبية المقدمة من المستشفى من خلال البرنامج ليه جماهيرية زي برنامج واحد من الناس. مشكلة المريض دوت إن بخلاف الحصوات في كلى، إن هو مريض يعاني من تضخم بالكبد وسيولة في الدم، هي دي كانت المشكلة بالنسبة لنا، وارتفاع في نسبة السكر. بدأنا عملنا له فحوصات، وكان هو كان جايب أشعات من بره، اتشخص إنه عنده الحصوتين دول وسيولة في الدم. اتجهز المريض واتعمل له الأشعات اللازمة، واتعمل عملية تفتيت حصوات تحت تخدير موضعي، تمام، ودوت صعوبة التدخل الجراحي لمريض كبد وسيولة الدم. فتم عملية تفتيت الحصوات، وتم بدأنا بالكلى اليمين وتم تفتيتها، قد يحتاج جلسة أو جلستين لبقايا قد تظل في الكلى، وبعد كده نعمل الحصوة الشمال، وأثناء بياخد العلاج اللازم اللي يهدي الالتهاب اللي في الكلى والتضخم والحصوات اللي اتفتتت.